مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإنساني الاجتماعي تراحموا. وقتا طيبا أتمنى أن تقضوه مع مجريات هذه الحلقة، مزيد من التراحم بيننا جميعا، هذا الذي نتمناه وهذه رسالة البرنامج. أتمنى أن تقضوا مع مجريات هذه الحلقة وكل الحالات وقتا فيه كثير من التراحم بيننا البين. كيف حالك يا أمه؟ الحمد لله. كيف الله يديلك العافية والصحة والسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. إيش اللي حكاية أنت معوقة ليش؟ إيش كيف حصل؟ حادث بالذمار. أين؟ بذمار. سيارة ولا فين؟ أيوة بسيارة. أيوة. لسبع سنة بالسنة. سبع. الله يشفيك. نزلنا من ذمار بس بتعالج. أيوة أيوة. وليك أنتم من ذمار قاسي؟ أيوة لك زوجي من ذمار. أيوة. من ذمار. أيوة. أنا من صبوان. ما شاء الله ذمار. ما شاء الله. وايش قالوا؟ قالوا كل انا على التمارين. ايوه طبيعي. تمام تمام. وبتخفي ان شاء الله. واشتي الحين على العملية. قال ما ابو لبا الهند. بالخارج. بالخارج. عملية ايش؟ عملية للصفائح. صفائح بظهري. طيب قضية الصفائح كم بتأخذ وقت إذا سافرتي ولا عملوا لك هذه العملية؟ أظنها ست شهور. ست شهور. أيه. طيب هنا تخفي مع العلاج؟ الحمد لله. ولما ما فيش تمارين أي بس. يتشنج جسمك. أيه. والتمارين هذه كيف تعملها بفلوس ولا؟ والله إنه بفلوس باليوم بأربعة ألف. الجلسة الواحدة. وكم تعملي كل كام كل شهر كل؟ كل يوم كل يوم. أوه. مكلفة. زوجك ايش اشتغل؟ والله ما يشتغل اي حاجة لانه ابو الزنين. ايوه الله الله يديله العافية. رجل 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 له واقف معي لهم. في معهم مش معي. لو الجنة. ما يجوش. لو الجنة هذا ان شاء الله مثاب. من حتى بالعيد يجي ما يجوش. ما يجوا لك ان شاء الله. احنا كفين احنا جينا لك احنا. وهي دعوة مشاهدينا الكرام. انا اتوجه انه ادعوا لها مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا لهذه الامرأة ام احمد ولا ام عبده. ام عبده ادعوا لها بالشفاء. هي تستحق هذه الدعوة منكم. ونواصل معها هذا اللقاء. نواصل اللقاء. المرأة تحتاج إلى سفر إلى الخارج لعمل عملية الصفائح، تحتاج إلى مساعدة. هذه المساعدة الآن التليفون بيبان على الشاشة. من أراد أن يساعد أم أحمد يتواصل بالبرنامج أم عبده وسنوصل لها هذه المساعدة. مالك يا بنتي ليش تبكي؟ استني تقوم. ابي ما يشتغلش. وامك ايش تقوم يعني ترجع زي ما كانت؟ لان سبع سنين مصدومه. ايوه وانتم ايش ساعدوها؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا نحل الموضوع هذا. تفضلوا في سله غذائيه يا امي هنا بنشوفها. سله غذائيه بتنفعكم. تفضل تفضلوا. مقدمة من الشركة اليمنية للهاتف النقال سبع فون. فيها كل المقاضي. تعالي الصغيرة هذه تعالي شوفوها. تعالي حبيبي. ساسة لا تبكي شي ما شاء الله عليك. تمام. وإلى جانب هذه السلة شوفي المقاضي هذه في قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق. تمام يما. الله يستر عليكم والله يدي لكم الخير. في 50,000 ريال مقدمة من الشركة اليمنية الهاتف النقال سبع فون. خليها معاك إن شاء الله تساعدكم في المصائر. اجتمع. أنا اللي يهمني الآن بالنسبة لقضية علاجك في الخارج. أم عبدو محتاجة فعلا للوقفة وهذا النداء الإنساني. معقلها أكثر من 7 سنوات. يعني حادثة في طريق ذمار يعني عملت لها هذه المشكلة. ربنا يخارجك يا بنتي. تعمل عملية؟ الهند. سافر الهند. طيب في مبلغ مالي أيضا من فاعلة خير. من فاعل خير في أمريكا قدم 50,000 ريال. خليها لقلاء الإيجا. تمام. بسم الله. وفي معاكي أيضا 50,000 ريال أخرى عشان تبدأي تجمعي مصاري سفرك غير اللي إن شاء الله بيدوها. هذه أيضا من فاعلة خير في أمريكا
وصتها يعني ثقيله عندي. تمام يا بنتي. اكتفي بهذا القدر ونشوفكم ان شاء الله فقره ثانيه على خير. ترحموا مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا الى هذه الفقره من فقراتكم برنامجكم ترحموا. واحده من الفقرات في هذا الحي الشعبي او يعني حي شعبي رائع في الحديدة، الناس متعاطفي كثير وبيشوفوا الحانات اللي بنطلبها وبيدلونا عليها، دلونا على هذا المنزل. السلام عليكم. كيف حالكم؟ الحمد لله. كل سنة طيبة. كل سنة طيبة. اسمك الكريم؟ هندية عبد الله صغير محمد البحر. أم فؤاد. أم فؤاد. أم فؤاد سمحي لنا ندخل نصور عندك؟ تفضل. سمحت لنا الأخت هندية أم فؤاد تصور في منزلها هنا في الحديدة. كثير من الحارة هنا دلونا عليكي. أيوة معي هي معوقة أبان. ألف لا بأس عليه، إيش فيبو؟ كان بنا بخير ولا بنا أي حاجة اشتل فجأة. أوه تعالوا أشوفه. بنشوفه. مشاهدي الكرام، بعض الحالات مؤثرة جدا جدا جدا، منها حالة هذا الولد. كيف حالك؟ كيفك؟ كيفك؟ ألف لا بأس عليك، ألف لا بأس، الله يدي لك العافية ابني، الله يهب لك العافية والصحة والسلامة إن شاء الله، الله يدي لك العافية، الله يهب لك. إيش كيف يا أم، إيش اللي حصل؟ تشنق يعني ولا ايه؟ تشنق أصاب نوبة سرع. أيوه. بعدين سرع ما كانش معي فلوس ألقى، ساعتي هجا وساعات ما حصل علاجي. يهدى ما حصلش علاج ما يهدأش. له علاج يعني؟ أيوة. وديته دوك ايش وايش المرض؟ المرض عندي يعني ضمور في المخ. اثر الضمور في الدماغ اثر على يعني الحاله ما جتش الا للولد هذا الفؤاد. أيوة. يعني ذولا ما في بهمش حاجه، هذول ما شاء الله صحاح في صح، بس لا الحاله. ايوه تشكى علينا معانا يتامى، احنا اسره الله الله يهب لكم العافيه، الله يهب لك العافيه. ازواجنا طلقوا هنا وكل واحد يقرا ما يبغى زوجي وعياله، وانا قاعد البي زوجين وعيالي. حالتي يعني الم بالله. طيب انت قلتي لي انه ما استخدمش العلاج زادت حالته. ايوه زادت السرعه. ايوه ياكل نفسه. أيوة. حتى ياكل ظافيره ياكل. ايوه 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 انا شايف كذا. يعني نتيجه القل العلاج ليش كم ياخذوه مره؟ العلاج ولا اخذ ايش، حبوب ولا ايش؟ لا شراب. ايوه مضروبين وفليكس. ايوه ويخف يخف. ايوه يخف يعني ما يتعصبش ما ياكلش نفسه. ايوه الحاله التعصب هذا كل كام يجي له؟ يعني كل اسبوع ما يجيش الا ما يسمش علاج يجي له التعصب. كم قيمه العلاج هذا؟ العلاج يعني كل اسبوع قيمته 10,000. اوه كم يحتاج يجلس؟ كم مده؟ اسبوع. لا اقصد كم سنين الى ان يخف؟ يعني قال يعني مده الحياه قال الدكتور. اوه يجلس على طول. ايوه الى ان يخف. ايوه يعني ياخذ علاج 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 10,000 كل اسبوع، 10,000 ريال كل اسبوع عشان يخف فؤاد. هذه الحاله مشاهدي الكرام، حاله فؤاد هنا في الحديده، وامه السيده الرائعه هذه تحتاج الى مساعده. البرنامج بيقدم مساعدات لكنه هذه الحاله اكثر، يحتاج الى علاج مدى الحياه 10,000 كل اسبوع، يعني يحتاج مبالغ مالية ضخمة. البرنامج بيقدم جزء من هذه المساعدة، وأنتم اللي يحب يساعد فؤاد هذا الشاب المسكين الرائع اللي في بداية حياته، ووالدته الإنسانة الممتازة، يقدم مساعداته. الشاشة التليفون بيبان الآن على الشاشة، قدموا مساعدتكم وسيتم إيصالها لهم غير مساعدات الإحناء. وأنت لك الجنة. أنت الله الله يستر عليك. العافية الله يبارك لك من عيالك إن شاء الله. أنت تستاهلي كل خير. أنا شخصيا تأثرت كثير بالحالة. والله تصدق وأقسم بالله أنا ما حصل حق أكلة. والله ما حصل حق أكلة قصيرة كذا. أنا أروح أخذ من ناس، أروح أخذ من ناس وما الله يحب لك العافية. الله يحب لك العافية. أنا تأثرت كثير على هذا البيت المسكين، تأثرت ربنا يشفيه. هذه سلة غذائية يا أمي مقدمة من النقب للحوالات المالية. تعالوا يا بنات شوفوا عشان تفضل حبيبي، شوفوا إيش فيها كل المقاضي اللي بتنفعك بتنفعك برمضان. أيضا قطمة سكر وقطمتين رز وكيس دقيق في مبلغ مالي يا أم فؤاد، في مبلغ مالي 50,000 ريال. خلي انت قلتي تشتي اسمه؟ الله
بطارية وكذا بعد تكفي 50 ايه تكفي تمام. وفي موضوع ثاني قضية العلاج حق ابنك طبعا بيحتاج فلوس، هذه من فاعل خير 50,000 ريال قال نرمز لاسمه بعين زاي، يعني ندعي له بالخير ان شاء الله جزاه الله خير. امين ام امين امين. 50,000 ريال هذه مقدمة تشتري بالعلاج. كل الاخوة المشاهدين اللي بيشوفوا هذه الحالة وهذه الفقرة تلفون البرنامج بيظهر الان على الشاشة، تقدموا مساعدات للطفل هذا المسكين ووالدته الرائعة هذه واسرتها الكبيرة والكريمة، قدموها احنا تواصلنا معهم وتلفوناتهم عندنا وسنوصل جزاكم الله كل خير. وهذه 50,000 ريال أخرى خليها معك مصاريف حاجة تنفعك، هذه مني لك هدية وهي من فاعل خير، خليها معك تساعدك في حياتك هذه. تمام يمه الله يدي لك العافية. إجمالي 150,000 ريال لأم فؤاد الست العظيمة هذه الرائعة. أشوفكم إن شاء الله مشاهدي الكرام فقرة ثانية على خير. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك أمه؟ ممكن نصور؟ تفضلي تفضلي، تعالوا هنا تعالوا، وتعالوا يا جهال تعالوا. هذه وين زوجي؟ زوجي متوفي. إذا أيتام هذولا أيتام، الله يدي لك العافية يا بنتي. طيب كم أسرتك أنت؟ من إحنا أسرة، أنا عيالي 4 وزوجي من مرة ثانية مكان متوفي عندي 4. أنت قايمة عليهم؟ أيوه. صوم غرق ولا انت يقول الله يدي لك العافيه. معلش كويس، هذا عمل ليك ثواب يعني ثواب كثير. وكيف حالك؟ ايش عامل انت بالرمضان ما رمضان كيف؟ هالشيء انا حبه زبادي كم لكم هنا؟ احنا نازحين لنا 50. متعزمين فيك؟ انا متعزمين من قبل قدر خارج المدينه. ايوه الله يدي لكم العافيه. معلش حصل خير ان شاء الله، ربنا يفك ضيق وكربة أهل تعزوة وترجع. دائما أنا مريضة. أدوخ نقص لقى دوخ نقص من يوم من 30. الله يسلمك. مريضة. تأخذي علاج؟ علاج علاج واصل حقه ب20,000. سبرين. بس. بس. استخدمي سبرين بس. يعني الحمد لله. ما تبخي بعض يا أستاذ عبد الملك. والله ما حد يدي له حاجة. يا لعيدام. تعالي طيب تعالي. تعالي هنا تعالي سهل 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 الله يدي لك الصحة والعافية. أنا عجبني موقفك إنك يعني هكذا المرأة هكذا المرأة الرائعة اللي إحنا نفتخر به ونحطها فوق رؤوسنا. طبعا ما شاء الله عليك، وأنت لك ثواب ولك أجر إنك شايلة عيالك وعيال زوجك أيضا المتوفي. متوفي ذاك أيتم من النوم ولا بابا؟ الله الله يدي لك العافية يا بنتي، وهذا ويبعد مرضي. طيب بالنسبة لرمضان برمضان ايش فعلتي؟ قدك يا صاحبتك من قالت لك حاجة ولا نقص قال لك مسكين حتى اللي حول الله من سلطة وحبة زبادي صح وقناهم مش فترة عقلنا العيال فرحوا روز تروت سلم لهم روز تسلم لهم من المستشفى روز عشان الجول ورجع عشان العيال هذا. الله يدي لك العافية الله يدي لك العافية يا بنتي. طيب البرنامج بيقدم سلة غذائية ان شاء الله تعجبك، سلة متكاملة سلة شوفيها وين العيال الصغار يشوفوها، سلة فيها كل المقاضي إن شاء الله اللي في رمضان. تعالي تعالي هنا يا بنتي تعالي تعالي، هذه فيها حاجة كويسة إن شاء الله، وفي معها قطمة سكر وقطمة دقيق وكيس دقيق وقطمة رز. تمام هذه الحاجة تحقيق هنا. تمام يا بنتي معك حكاية المرض المرض وما المرض والسكر. في 50,000 ريال مقدمة من فاعل خير، تخليها معك تساعدك في العلاج يا بنتي. تمام خلاص أروح كذا إيش رأيك؟ تمام جزيكم الله خير، والله مقصر الصر والله أني مستحقة صح. آمين. أنا شفت يتيمة وأيتام وأهل ما يلفتوا الناس. رائع ست عظيم ست عظيم. آمين آمين يدي لك العافية. آمين يدي لك العافية إن شاء الله. مشاهدي الكرام نصل إلى ختام هذه الفقرة، أشوفكم إن شاء الله فقرة ثانية على خير. مشاهدينا الكرام واحدة من الحالات اللي بنشوفها هنا في هذه القرية، طبعا كل الجيران موجودين ومنتظرين نشوف هذا عشان شيء جميل التراحم بين الناس. المنزل هذا في واحدة من الحالات
السلام عليكم، كيف حالك أمة؟ كيف صحتك؟ سلامتي طيب؟ أنت طيب. شايف كريم علينا وعليك؟ علينا وعليك إن شاء الله. ما شاء الله يجوا يقدروا يخرجوا الجبال ما شاء الله، كم منهم إنه هني هذا؟ 16؟ 6. ما شاء الله، ومعك بنات كبار معك؟ وعيد أنت نعزب. ما شاء الله، وين زوجي؟ بالجولة. مو يشتغل؟ حفر عامل بالحرق. ها ومتى يروح؟ لا اشتغل يتروح بالمغرب، لا ما اشتغلش يقيس ساحة ولا سحاء. والمصاري بحقهم كيف؟ خرجي لهنا خرجي. ايوه تعالوا تعالوا يا صغار تعالوا، ما شاء الله ما شاء الله الحلا. تعالي تعالي يا سلام، بدي هذه صغيره. تعالي تعالي حبيبي. ايوه مسبيك انت؟ ها مسبيك؟ ما شاء الله اوله رحمه ما شاء الله تراحموا. طيب قلتي لي زوجك يشتغل بالجوله. حفر يعني عامل بالحرق يعني يشتغل شقاؤه الحمد لله عرق جبينه وفاتح البيت هذا. هذا بيتكم يما؟ ايه. بيت كم منه غرف؟ كم منه؟ سنتين. بس العيال كثير يما، انا اشوف صغار ولا عيال بناتك ولا كيف؟ لا هذه بنت اختي بنت هذا الاسير. ها معي. ايش في به؟ بين انزلق ينزلق بالعمل. وش قلتي اسيره يعني؟ ايش اسيره؟ تقزع لا كعرقه معطوفه ما تقدرش تقزع. عندي عالقه. تمارضيها يعني؟ تمارضي. انا ان ابو واحد يعالق بعشابه ولي عالقه. الله يشفيها الله يشفيها. من واني تعبانه والله اني بحاله رحم الله اني مو بين تعب من يوم ان جاب هذا الوليد الصغير دائما تمرض براس الشاي. وليش الوليد الصغير هذا ايش ايش يعني؟ يا مولد مش طبيعي. ها ولد ولاده قيصرية. ها عشان كذا يمكن تعلمت انت. الله يشفيكم والله يشفيك. انت النساء اليمنيات ما شاء الله عليكن يعني مكافحات ربات. ربات بيوت شركه في البيت طويل عريض معك الجهال هذا كلهم والله يدي لهم الصحه والعافيه. طيب رمضان كيف زوجك؟ اشترى حاجه؟ ترتبتم شيء مصاريف؟ والله ما رتبنا حاجه ولا معنا شيء. اللهم ولا الحمد على مد يلا راضين برضا الله وقدر. الحمد لله الحمد لله على كل الحمد لله على كل. طيب انا بختصر لك هذا الموضوع، ايش حكايه الدين عليكم ديون؟ مو على ديون اكل الدكاكين من نقصنا ما طلب شاء الله ولين الدين وناكل وناكل عيالنا ونقص بلا. كم كم الدين تقريبا؟ يطلع عليه يمكن 30-40 ألف حق الشهر هذا ولا كل الدين؟ لا لا كم حتى كدين بكم يا لا لا الاجمالي اللي عليك دين كم؟ حق الشهر هذا. إيه كم يعني؟ طلع له 40-50. طيب هذا دين. طيب انا اقول لك حاجه واحده بالنسبه للمقاضي حق رمضان والمصاريف. طيب هذا هي بنشوفها الان. هذه السله الغذائيه يا امي مقدمه من برافو سنتر واحد من المراكز الكبيره، ايش رايكم؟ كويسه؟ كويس؟ كويسه؟ تمام تمام تمام. هذه فيها المقاضي، فيها ايضا الى جانبها قطمه رز هنا وقطمه سكر وكيس دقيق. تمام الله يوفقكم ويجزيكم خير. الله يوفقكم. تمام خلاص نرجع شويه هنا. تعالوا تعالوا ندخل داخل. كيف يا ضنا؟ تمام كويس تمام الله يجزيكم خير ويجعلها ميزان حسناتكم. امين امين. وانتم تستاهلوا كل خير، اسره طويله عريضه ما شاء الله معاكي. ايضا شوفوا حكايه كسوه الجهال والبنات يا حقه، هذا برافو سنتر بيقدم سلال فيها ملابس ان شاء الله بتشوفوها للبنات ويعني حاجات للبيت وكذا، ولا حتى لزوجك موجود معه هنا. تمام ما كويس كذا دريتوا انتوا تروحوا الاجر. الله يوفقكم ويجزيكم الله يديلك العافيه، انتوا تستاهلوا كل خير. الله يفرح قلوبكم مثل ما يفرح قلوبنا اليوم. سلامي خلاص لا تبكيش عند الله وعندي والله ما يبشروا خلق الله لقاك سمقاء منهم محل في الدنيا الحمد لله دي ربي رزقهم اللهم لا الحمد لله الشكر حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. تمام لا تبكينيش معي. لحظة أنت قلتي أنه الدين عليك 30 ألف ريال، هذه 50 ألف ريال يا أختي العزيزة مقدمة من فاعلة خير في أمريكا جزاهم الله كل خير، بيقدموا هذه المساعدة تخليها تقضي دينك والباقي تخليه مصاري. الله خير هذه حق معنا لا فرحة، الله يجزي خير ويعوض على خير إن شاء الله. ما معنا لا فرحة نفرح باليوم هذا ويحق لنا الله يديك. لا إحنا نقدر نعمل هذا اللي نعمل كل يوم. الله يديك. الله يدي لنا ويملك نحن نتأجر لكم نتفق. آمين سلامي. إن شاء الله إن شاء الله دعوة مجابة. يلا بالسلامة. أنا كنت بقت يعني قفل الفقرة، لكن الأخت المسكينة اللي قلتي أسيرة ومريضة هذه 50 ألف ريال أيضا مقدمة من فاعل خير، يعني تشوفي كيف. آمين آمين أمه. شوفي كيف بتعالجيها والباقي تخلوه معك مصاريف لكل أسرتك. لما يشقي زوجي وأنا عالجي ما نشقي. الله يوفقكم ويجزيكم خير.
أقبل الإقبال يما معك 100,000 ريال ومعك سلة غذائية وقطبة رز وقطبة سكر وقطبة وكيس دقيق ومعاكي أيضا سلة فيها ملابس للأطفال هذو الرائعين والبنات. تمام الله يتسلمهم الله يوفقكم ويجزيكم خير إن شاء الله. تسلمين كل سنة وانتي طيبة وشهر كريم وعيد مبارك إن شاء الله. إذا بهذا القدر مشاهدي الكرام ننتقل إلى فقرة أخرى بإذن الله. مشاهدي الكرام بعض الحالات اللي جينا لها أخذنا وقت في البحث عنها وجينا يعني لهم. معنا في هذه الفقرة معنا واحد إن شاء الله تعجبكم كلامه وكلامي أنا ومع أسرته الطيبة هذولا. السلام عليكم. السلام. كيف حالك أبا؟ مسمعك أحمد علي مسلم. حياك الله عم علي هذا بيتك. نعم. كيفك عم أحمد؟ طيب ممكنك تشتغل أنت؟ لا دحين؟ جالس ما بس بطر ولا استنى أفرق. استثمر الدنيا إن شاء الله ولا يهمك. كم معك جهاد؟ معي 9. وينهم؟ هذي أبو هذي معهم هم بالعيال. هنا أو وما هلف. كيف حالك يا معك؟ كيف أنتي كل سنة وأنتي طيبة؟ الحمد لله كل عام. الله يبارك العافية. وهذه بنتي؟ ما شاء الله مسميك؟ سمية. سميرة. سمية. وين الباقية؟ بقية؟ داخل الباقية واحدة هناك واحدة هناك. كم منهم عدد الجهال حقيقي؟ منهم 7. 9. 9. وكلهم قصار هكذا ولا كيف؟ لا ما بهم شيء. ها. كم منهم بالشكل؟ ها هي اللي قاعدة قصيرة ما شاء الله عليك. مسميك قلتي؟ سميرة. سميرة كيف حالك أنتِ؟ الحمد لله. كم عمرك؟ عمري 30. 30 ما شاء الله يديلك طولة العمر. كيف ما أول بقية وينهم؟ البقية ما هلا. كلهم عادي ما بقول لها سميرة بس. ما بو حيكل مثلهم. ها وليد؟ ايه. وتوفي؟ ايه توفي. والبقية كلهم طول عادي وكذا؟ الناس أول ما جينا القرية كلهم من المنطقة وصفوا لنا بيتكم وبيت عمي أحمد وقالوا إنه رجل طيب والسهل كل خير. فعلا عمي أحمد رجل رائع رائع. كان فلاح والأم عبو الشغل جالس بالبيت. تمام. ومن يصرف على البيت وعليك وكذا؟ معي عيالة. هاي يشتغلوا؟ يدي لي حاجة. ما شاء الله. حلا حلا ربيت تربية. تمام الله يدي لك العافية إن شاء الله خير أبا. المهم الموضوع هذا إحنا برمضان ما اشتريتم حاجات ولا معكم مقاضي معكم؟ أنا هذه تدبروا عماركم. تدبروا عماركم وتدبروا عمركم. تدبروا عمركم. طيب احنا هنشوف حاجة واحدة. احنا بنقدم البرنامج معكم برنامج تراحموا بيقدم لكم سلة غذائية هتشوفيها يا أمه مقدمة من الشركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات الأقرب إليك. بيقدموا هذه السلة. إلى جانب هذه السلة في معانا قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق. تمام تمام يا عم أحمد. كويس طبعا. كويس هذي عليك ديون عليكم قالوا لي انه عليكم فلوس وكذا. كم عليك؟ كم يعني؟ كم؟ 100,000. اوه طيب ان شاء الله ربنا يفك ضيقك هكذا. انا شدي لكم 50,000 ريال مقدمة من شركة احمد العامري للصرافة والتحويلات الاقرب اليك. تخليها معاكم وتنفعكم يوم المصاريف. تمام وتنفعكم وتنفع للابو الدين والابع. تمام خليها معك يما. آمين جزيك الله أنت ألف خير. جزيكم الله خير. الله يديلك العافية. خلاص أستعجل أنا أروح. والله مع الله يديلك العافية. مع السلامة. مع السلامة. أنت كويس كذا؟ يلا الحمد لله بخير. خلاص أروح أنا. مع السلامة الله يديلك العافية. آمين آمين أزين. آمين آمين ما شاء الله كويسة السلة هذه كويسة. تمام آمين أمك كويسة هذه الحاجة الرز والسكر وهذا. تمام وهذيك البيس يعني تمشي أمركم. جزيك الله خير. آمين جزيك الله خير. الله سامحنا المسامحة منكم. الله يدي لك العافية. مسامحين دنيا وآخرة. إذا مشاهدي الكرام كنتم هذه الحالة وحالة رائعة وزي ما شفتم أنا فقط عشان الحاج أتكلم كلام جميل وقال إنه إيش عليه ديون وعليه 100,000 وعليه هذيك 50,000 وهذه 50,000 ريال ثانية. تمام من فاعل خير في أمريكا قدم 50,000 ريال إن شاء الله تساعدك في حياتك. كويس تمام ما شاء الله عليك. سلام سلام أنت موسى. تمام الله يدي لك العافية. خلي هذه معاكم خلي البيس. خلاص خلاص أروح أنا أروح علي أمشي. تعشرين سوا. الله يدي لك العافية. مشاهدي الكرام ننتهي بهذه الفقرة وأشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. تراحموا تراحموا.
سيد الكرام، واحدة من القرى في خارج إب اسمها الخريبة، معانا واحدة من الحالات اللي جينا لها. أرجو أنكم يعني تشوفوا هذه الحالة وتفضلوا تفضلوا نمشي تشوفوا هذه الحالة اللي جينا لها هنا. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ مسمعك ماشي. يتعرفوا عليك الناس اسمك؟ ايوه. ها ايش اسمك؟ اسمي احمد محمد شيخ. يا احمد تقدر تقرا شويه؟ انا تعال. الف لا باس عليك. مو با ها مو في با بين رجاله جلطه جاي جلطه. ايوه. وبعدها وبعدين تعالجنا. ايوه. ما حصل المستشفى. ايوه. من متى؟ ها قبل كم؟ 4 سنين. 4. ايوه. الله. وبعدها كم عيالك؟ معي عيال. كم بنات وعيال؟ 7. معي 8 عيال. ما شاء الله. تمام. وينهم؟ في منهم هنا الصغيرين منهم والكبار والبنات الكبار. ما يصير هذا بيته؟ لا رجال. رجال. ها بكم رجال؟ 17,000. طيب انت غير مرض مو حاجه ثانيه غير المرض هذا؟ مو معك واحد مريض ثاني؟ الله يشفيك ودي لك طول العمر ان شاء الله. طيب هم يحكوا لي الناس عنك انك رجل محتاج، رجل كيف ظروفك؟ ظروفي تعبت شوي. من مؤمن ايش تعبت؟ ما بش بيتي بالايجار، كل شيء بالايجار. ايوه. ما بش الكبار يشتغلوا ولا شيء؟ وليد بيت لحاله. ايوه مستقل. لا مستقل لحاله. معاي بصراك ولا شيء ولا؟ يجي بعض ايام. ليش ما يبصراك؟ 7 جوال. يعني الله يشقى على نفسه. مش انه عاق ولا ما مش عاصي ولا حاجه. لا مش عاصي ولا. ايوه ما شاء الله. هذا الصغير ها؟ مسمع؟ هذا الصغير. ما شاء الله عليه. هذا جدك ولا جده ولا بابا؟ جدي. جدك؟ ما شاء الله عليه. يلا وطيب قلت لي وش كان عملك الاولي؟ كان شغال بمحداده. ايوه حداده. ايه. يعني باب خاص بقى. جلست بالبيت. الله يدي لك العافيه. اول قال كم مصاريف رمضان؟ ها مرتب برمضان مصروف؟ رمضان ماشي حالها. دلهفه. يا عم احمد في سله غذائيه هنا بنشوفها بعد شويه. تفضلوا. سله غذائيه مقدمه من امازون. هذه السله الغذائيه فيها حاجات كويسه ان شاء الله تنفعكم في رمضان، الى جانب في قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق. تمام كويس. شكرا. الله يديلك العافيه. انت قلت لي رجلك انا اللي ما ركزش. انا احترمته انك ما رضيتش تهدر. كان رجلك مقطوعه. مقطوعه. الله يشفيك. الله يشفيك. خلاص. طيب وعليك قلت لي ايجار وكذا. ايوه. كم؟ 17,000 بالشهر. بالشهر. كم عليك؟ 17. كم عليك انت بابو؟ انا شهرين. كم؟ علي شهرين. على شهرين ب30,000 ريال. مع هنا امازون قدمت لك 50,000 ريال تخليها تقضي الايجار وتخلي الباقي مصاريف للجوال. تمام. هذه 50,000 راك يا عم احمد. اسيبك انا اروح علي. عندك تحتاج حاجه؟ طيب يا حق احمد. وهذه 50,000 ريال شلها عصومي اضاء. تمام. جيب الجدو تعال. مسك هذه طلع له معه. طلع. يلا روح عند جدو ادي له البياس. الفتره هنا. تمام كويس. قلت يا بنتي كويس كذا. هذه 50. ترى اشوفها هذه 50,000 ريال مقدمه من فاعل خير في امريكا. خليها معك يعني تشتري لهم كسوة. تمام يا ابا. الاجمالي معك 100,000 ريال معك السله الغذائيه. شكرا. استودعك الله. مع السلامه يا احمد. كل سنه وانت طيب. الله يدي لك العافيه. وهكذا مشاهدي الكرام كنا مع هذه الفقرة. نشوف فقرة ثانية بإذن الله. مشاهدي الكرام على الطريق واحدة من الفقرات اللي بنصورها في البرنامج فقرة جديدة. احنا نأتي إلى بعض الحالات وبنصورها محتاجين مساعدة. ما فيش الفقرات الثانية. معنا واحد هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كل سنة طيب. اسمك الكريم؟ إيهاب. إيش اللي يطلبك سلامتك؟ درهم فوق العمالة. ها؟ ليش؟ نكتب الله. إيش يعني؟ نجارة. كنت تشتغل نجارة وسقطت من الدور الرابع. من الدور الرابع. وإيش حصل لك؟ على العمود. إيش سلامتك؟ على العمود مسمار نخاع شوكي. تعور مرة يعني خلاص قطعت؟ يعني قال في حمل.
ان شاء الله. تعالي ربنا يشفيك. مشاهدي الكرام، في على الطريق فقره بسيطه بنقدم فاعل الخير، فاعلين خير وفاعلات خير، فاعلات خير في امريكا بيقدموا مبالغ ماليه 50,000 ريال، 50,000 ريال مقدمه للاخ ايهاب توفيق مساعده. احنا بدون زياره وبدون موعد قدمنا هذه، اللي يحب يساعد مثل هذه الحالات او غيرها في البرنامج يقدمها. تليفون البرنامج بيمر الان على الشاشه. اشوفكم فقره اخرى على خير. احنا ماشيين هنا في اب على الطريق لاقينا هذه الحاله. السلام عليكم. كيف حالك اما؟ كيف؟ الف لا باس على الاب. ايش في به؟ سوائل. الله يشوف. معلش احنا الفقره دي خفيفه شويه، احنا بندي لك مساعده ماليه مقدمه لك من واحد فاعل خير ان شاء الله تساعدي. فاعل خير طاء وراء، طاء وراء. ارجو ان تكون وصلت صدقتك هذه الى مستحقها. كل سنه وانت طيبه وشهر كريم علينا وعليك. الله يشفي مريضك ان شاء الله. وبهذا القدر مشاهدي الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نصل وإياكم إلى مسك الختام. مسك الختام بيقول: اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك وممن لهم نصيبا في الدعاء المجاب، وارفع عنا البلاء واجعلنا من السعداء، واكتب لنا الخير والعافية. لكم مني في الأخير أطيب التحيات وأرق المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد باني شوف كف العطاء براس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد باني شوف كف العطاء براس.